السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين. اخواتي وحبايبي الكرام، من جد لقائنا معاكم من قناة تربية الأرانب مع أبو نرمين. ما تنساش انزل تحت اشترك في القناة، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا، تسليم دفعة أرانب. أستاذ أحمد من الشرقية يا جماعة، شاب مكافح، شاب مجتهد، جاي مشوار من آخر الدنيا من الشرقية علشان جاي عن ثقة في أبو نرمين وثقة في المزرعة، ثقة في الأرانب بتاعتنا، ودخل يا جماعة قلب المزرعة زي ما أنتم شايفين يا جماعة. المزرعة بطولة أهيت ما شاء الله، ملايين سلالات الحمد لله فضل من الله، ودخل نقل الأرانب بنفسه وفرز الأرانب بنفسه برضه، وهنوريكم أستاذ أحمد هو بيفرز الأرانب بتاعته، هو بيستلم الأرنب بتاعته أرنب أرنب وبيفرز الأرانب، وبقى يعني لو في أي مشاكل يبدأ إن هو يتكلم عليه. ازيك يا أحمد، عامل إيه؟ الله يخليك يا أبو نرمين، الحمد لله تمام. إيه رأيك في الشغل بأمان؟ الحمد لله تمام. وأي حد عايز أي حاجة يا جماعة، مزرعة أبو نرمين موجودة، شغل على أعلى مستوى، الحاجة تمام بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك له فعلا إن شاء الله بإذن الله. وطبعا برضه معانا الأستاذ محمد برضه من الشرقية، صاحب أحمد، طبعا برضه بيفكر إن هو يعمل إن شاء الله مشروع أرانب، هو ياخد خلفية يا جماعة عن مشروع الأرنب ويعرف هو هيشتغل إزاي. جاي مع احمد ياخد خلفيه، يشوف الاسعار، يشوف الارنب مواصفاته ايه، يستلم الارنب ازاي، وان شاء الله برده هيشرفنا نجيب له برده ارانب. واحمد يعني اكتفى بالكميه ديت، ولسه برده قال لك ايه هاجي اكمل تاني ان شاء الله، فهو جاي برده يعني على قد الدنيا اللي معاه الوقت حاليا، وما ربنا يكرمه ان شاء الله يبدا ايه ان هو يوسع مشروعه باذن الله يا جماعه. طبعا يا احمد انا عايزك بقى يعني تورينا انت تستلم الارنب ازاي. هو عامه يعني الارنب بسم الله ما شاء الله وزنه كويس، شعره كثيف بسم الله ما شاء الله، ما فيش جرب عنده، ما فيش رجليه كويسه، ما يعني مش فيها اي دموع ولا اي حاجه بخصوص البرد. تمام. ارنب نظيف بسم الله ما شاء الله، ما فيش جرب، ما فيش اي حاجه، سلاله محترمه، ربنا يبارك لابو النبيل ان شاء الله. ايه رايك في السلاله دي؟ البابيون كويسه الحمد لله. يا جماعه ده هجين البابيون، علشان ما حدش يقول لك ايه بابيون بيور وبابيون اصلي، ده هجين البابيون يا جماعه، بس الهجين اللي هو الكويس، فاهمني؟ الهجين الكويس، الارنب الممتاز ده برضه. الارنب الفلانات يا جماعه، شوفوا يا جماعه ما شاء الله الارنب عامل ازاي، حاجه جميله جدا، حاجه محترمه بسم الله ما شاء الله. الشعر الكثيف الارنب بسم الله ما شاء الله، ارنب محترم، ارنب زي الفل يا شباب، بالصلاه على النبي، الشنشله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، حاجات جميله جدا. الكف العريض، شعر، شوف الشعر عامل ازاي، شعر عامل زي المرتبه الفايبر دي بقى، عشان مفيش التهاب درع ولا اي حاجه، مفيش التهاب على الرقبه يا جماعه، ده ارانب بكر يعني، ده ارانب بكر، مفيش جرى في الودان، مفيش تسمم. شوفوا يا جماعه، شايفين ديت كده، شايفين الجلد ده كده، ده لسه هيملى بقى لحم يعني، لسه ده اهو، ده لسه بيملى لحم، المسافه ده اهي ما بين الجلد وما بين اللحم ديت، دي لسه بتملى لحم، الارانب لسه هيفرد ايه؟ هيفرد معاك. ما تفرحش بالارنب اللي تلاقي جلده لازق في لحمه، اما تلاقي الجلد ده اهو لازق في اللحمه، تيجي ترفع كده الارنب تلاقي الجلد لو ما بيطلعش معاك كده والجلد لازق في اللحم، يبقى الارنب ده هيبقى ارنب قزم. ليه بقى؟ هو جلده ما بيفردش، مش هيفرد، هيفضل كده. يبقى انا احب الارنب اللي اجي اعمله كده اهو، الاقي جلده عامل كده اهو، اجي اعمله كده اهو، الاقي جلده عامل كده اهو، اهو اهو اهو. شايفين يا جماعه؟ ده اهم شيء، تلاقي الارنب معاك ارنب محترم، وزن الارنب برضه يهمك جدا. صحه الارنب، حيويه الارنب، ما يكونش عنده برد، الارنب ما يكونش عنده برد، ده برضه حاجات مهمه جدا. السنان، انا مثلا باجي افرد ارنب كده تمام، الودان الكبيره بسم الله ماشي، السنان ده لازم برضه ان انا اتابع مع السنان، لو السنان فيها عيب هتلاقي بقه مفتوح كده، زي الواحد اللي بيستنه كبيره وبقه بتلاقي بقه مفتوح كده، فما تلاقي الارنب بقى، ما تلاقي نور رياله برضه كده على وش مناخير الارنب وعلى وش الارنب، بتلاقي سنان الارنب كبيره مش قادر يحكم ماشي، يحكم بقه، فعدم الاحكام ده هو تبدا الارنب يبدا ايه؟ يريل. يبدا الارنب اللي بقى اسنان مش قافله بقه على بعضه، يبدا ان هو يريل. وطبعا دي برضه مشكله، السنان الكبيره بتاثر على صحه الارنب، الارنب يجي ياكل ما ياكل منك ما يعرفش ياكل تمام، فطبعا دي بتاثر على صحه ايه الارنب. السن الكبير ده تشوه، ده ايه تشوه، بسم الله ما شاء الله يا جماعه، شايفين الشغل عامل ازاي، شايفين يا شباب، الصلاه على النبي، حاجات جميله جدا. الشعر الكثيف كان فوطه تقيله ماشي على رجل الارنب، بسم الله ما شاء الله، ايوه حتى برضه قدام يعني، حتى رجل الاماميه برضه نفس الطلعه، شايفين يا جماعه ما شاء الله، سلالات دمه محترم، شعره كويس، ارنب محترم بمعنى اصح، الظهر مش مسلسل، شايف؟ ايوه شايف، شايف تفرد كانك بتفرد مرتبه فوق ظهر الارنب اهي، عامل ازاي؟ تمام ما شاء الله. والبابيون برضه حاجه محترمه كويسه، وسلالات محترمه، اللي عايز اي حاجه مزرعه ابو النرمين موجوده فيها كل الانواع،
شغل محترم بسم الله ما شاء الله. واحنا تحت امر الجماعه، يا جماعه اي حد محتاج ارانب احنا تحت امره. رقم التليفون للتواصل والاستفسار 010 28 35 9 175، 010 28 35 9 175. تحت امر الجميع، اي حد محتاج مننا ارانب سلالات تحت امره، مش هنتاخر على حد. كل السلالات اللي انت عايزها موجوده، اسكندريه، بلجيكي، ريكس الالماني، البابيون، الفولاين، الشنشله، حتى برضو الارب هارلي كوين. يا جماعه ده قبل برضو هارلي كوين اهي، شايفينها يا جماعه؟ هارلي كوين برضو هاي متوفره، يعني السلالات اللي هجينا هارلي كوين برضو هاي يا جماعه متوفره. الارنب واخد كام لون؟ ابيض في اصفر في اسمر، تمام، في بني، بسم الله ما شاء الله يا جماعه متوفر كل اللي انتوا عايزينه. الحمد لله فضل من الله متوفر سلالات بكر، سلالات بكر يا جماعه لسه ما اشتغلتش، يعني مش شغاله وطالع عينها قبل كده، لا. وديكوره برضه، وهنا برضه الديكوره كل حاجه متوفره، اللي انتوا عايزينه متوفر تحت امر الجميع. اي حد من جميع المحافظات ومفيش حجز، احنا ما بنحجزش. الارنب موجود المزرعه ما شاء الله، معانا سلالات في اي وقت، تعالى خد الارنب اللي انت عايزه اي وقت يا جماعه. ارنبك متوفر، هتكلمني تحدد معايا ميعاد يوم اثنين على حسب ميعادك، وتيجي تاخد الارانب اللي انت عايزها متوفر. اي كميه انت عايزها 20 30 50، اي كميه انت عايزها يا جماعه ان شاء الله متوفره عندنا كل اللي انتوا عايزينه. انا عايزك بقى تقول للناس انت خدت ايه. انا خدت سلالات، خدت شنشله وخدت ريكس وخدت بابيون وخدت فيلاين، بسم الله ما شاء الله حاجات يعني محترمه جدا، يعني اوزان كويسه، الارنب كويس، وزنه كويس، ما فيهوش اي عيب خالص، حاجات محترمه يعني بسم الله ما شاء الله. خش احب اقول يا جماعه اللي عايز اي حاجه، اللي عايز يبدا في مشروع الارانب ابو نرمين مش هتاخر عنه في اي حاجه. احنا كلمناه من الشرقيه والله، وجينا له مخصوص عشان واثقين في حاجته، يعني ومتابعينه ومتابعينه على يوتيوب. فكره ان شاء الله يعني هتبقى برضه حاجه كويسه ان شاء الله، يعني كده هنبدا باذن الله. يعني محمد صح؟ محمد يعني جاي، احمد جاي بقفص بتاع ياخد ارانب. محمد هو جاي ياخد فكره عن نظام الشغل يا جماعه، نظام الارنب ازاي؟ ازاي يستلم ارنب؟ ازاي يفحص الارنب؟ يعرف مواصفات الارنب، يعرف انواع الارانب، يعرف النظام في المزرعه ماشي ازاي. النظام ده شفتوا كده يا جماعه، اهو مزرعه في الطول، ده شغل افقي، تمام. وده اهم شيء الشغل ده التربيه الصح. ليه بقى؟ شوفوا كده التربيه الصح. هنا الارنب شايف الارنب اهو، هنا تبص على الارنب كده، الارنب في اي حاجه هتاخد بالك منها، فاهمني؟ بحيث ان انت تبقى ماشي صح وشغال صح، دي اهم شيء. ما تفرحش بقى بالبطاريه الثلاث ادوار والحوارات دي كلها، ده كله ايه؟ لا دورون بالكتير قوي ماشي، دور للفلومات تحت، دور للفطام فوق، بحيث انت تبقى واخد بالك ايه؟ وراعي الارانب بتاعتك. وطبعا يا جماعه احنا تحت امر الجميع، اي حد محتاج ارانب بجميع انواع الارانب فضل من الله هتلاقيها متوفره عندنا. وانا قلت رقم التليفون في اول الفيديو، وطبعا رقم التليفون برده هنسيبه كمان في الوصف، الوصف الفيديو تحت. لو انت لسه ما اشتركتش في القناه ما تنساش انزل تحت اشترك عندنا في القناه وفعل زر الجرس، اهم حاجه ادعم الفيديو بلايك. اشكركم لحسن المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قفلت ولا لسه؟ لسه ماشي، لسه شغال. انا عايزك بقى تعبي الارنب بتاعك في القفل. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، وده احمد برضه معبي الارنب بتاعته في القفص اهوت، بسم الله ما شاء الله. ماشي يا شباب. حط ارنبك. ماشي يا جماعه. وطبعا هنا الهاي بلاصات اهيت، بابيونات، الريكسات، بسم الله ما شاء الله، الشنشله ان شاء الله برضه يا شباب اهيت، بسم الله ما شاء الله. هنا برضه بابيون وريكس، بلاينات، ماشي. عديني كده. هنا برضو يا جماعه ما شاء الله زي الفل، الشنشلات اهيت، ماشي. ارنب ده يا جماعه اللي هو الطبق الفلندر، بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا زي الفل، بالصلاه على النبي، زي الفل وزي العسل. تحت امر الجماعه، يا جماعه اي حد محتاج ارانب احنا تحت امره، اي حد يا شباب محتاج ارانب تحت امر الجميع. طبعا نشكركم لحسن المتابعه، ولو انت لسه ما اشتركتش في القناه ما تنساش انزل تحت اشترك عندنا في القناه وفعل زر الجرس. واللي عايز اي ارانب يا جماعه رقم التليفون هنسيبه تحت في الوصف عشان تتواصلوا معانا عن طريق رقم التليفون، واحنا تحت امركم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.